وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على مناطق متفرقة في غزة في اليوم 33 بعد 200 من العدوان على القطاع. من جهتها ذكرت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع أسفرت عن استشهاد 81 شخصا وإصابة 223 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت السلطات أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 35,984 شهيداً والإصابات إلى 80,643 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت السلطات الصحية أن هذه الأرقام لا تتضمن المفقودين والضحايا تحت الركام الذين لم يتم انتشال جثثهم حتى الآن. Thank you.